يعلموا الاخوان والاخوات الصحفيات والصحفيين هي اللي كتتبع ما كيتنشر من تقارير سواء من طرف امنيستي انترناسيونال او غيرها من المنظمات الموازيه او اللي هي تابعه في الامم المتحده. كان المفروض في الدوله المغربيه بشخص الحكومه بشخص وزاره الدوله في حقوق الانسان ترياجي هانتوما كتشوفوا، وخاصة اليوم أيها الأخوات والإخوان، اليوم في الكلمة ديال السيد وزير الدولة في حقوق الإنسان في جنيف اليوم وحنا تنعقدوا هذه الندوة الصحفية، لم يتطرق لهذه النقطة في إطار الأسئلة التي طرحت عليه. حقيقة كان في الجواب ديالو أنه الدولة بدات واحد الجهود، أنا لا أدافع عن الدولة، ولكن أنا كمحامي ديال الضحية كان على الأقل لما طرح هذا الملف كان يوضح ويقول التوضيحات اللي قال الزميل والقيدوم الدكتور الأستاذ كروط. حنا باش نقولوا كاين مغالطات تتعلق فيما الطابع اللي تكلم عليه التقرير في قضية الاعتقال التعسفي، في المسألة اللي تكلم عليها ديال انعدام الضمانات وعدم شروط المحاكمة العادلة، وكذلك بتوضيح واحد المسألة ديال المساس بمبدأ دستوري يتعلق باستقلال السلطة القضائية وكذلك بشروط المحاكمة العادلة، لأن هذا الفارق هو اللي خرق قرينة البراءة، هو اللي خرق أنه حجية الأوامر المقضية بها، هذا ماشي حكم نهائي باش نعلقوا عليه بهذه الطريقه. وثانيا هذا انتصر للمتهم ولم ينتصر للضحايا، كيف يعطي الحق يتكلم على المتهم ويخلي الضحايا كطرف ضعيف اللي المواثيق الدوليه لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والبروتوكول الملحق بهما وكل الاتفاقات ذات الصله كتعطيهم واحد الضمانات واحد الحقوق، بل تلزم الدول وعلى رأسها المملكة المغربية بحماية دوك الضحايا. ولذلك من خلالكم أنا تنقل الحكومة المغربية هي مسؤولة على حماية الضحايا، خصها تقدم لهم الدعم والمساندة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خصو يصاحبهم كما كيصاحب العديد من القضايا اللي مطروحة على أنظار العدالة، حتى هادو خصو يصاحبهم ويقدم لهم الدعم المادي والمعنوي. السيدة أمينة أبو عياش مشكورة في تصريح آخر قالت انها كتساند معتقل حراك الريف، وهذا واجب وهذا مزيان، كذلك خصها تساند هاد الضحايا باش يدافعوا على حقهم امام المنتظم الدولي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.